طبعا احنا عشان الكلام يكون في الإيجاز، القرارات اللي أصدرها السيد الرئيس امبارح، السيد عبد الفتاح السيسي طبعا في بني سويف امبارح، ال8 قرارات دول كانوا من أهم القرارات، يعتبر أنا بعتبرهم في الفترة الراهنة دي من القرارات المصيرية. 8 قرارات زيادة مرتبات من 300 جنيه ل 600 جنيه طبعا، رفع عدد المنتفعين من تكافل المشروع تكافل وكرامة، زيادة المعاشات، إعفاء الضريبي، الإعفاء، رفع نسبة الإعفاء الضريبي، رفع الفوائد في البنك الزراعي المصرح المتعسرين، وقرارات أخرى كثيرة جدا. إلا إن إحنا بنشكر السيد الرئيس على هذه القرارات الحكيمة في الفترة الراهنة، وبنقول لسيادته مزيد من التقدم ومزيد من الرخاء للبلد على إيدك إن شاء الله بإذن الله، وإحنا معاك قلبا وقالبا شعبا ووطنا، وكل المصريين ان شاء الله بيأيدوك، وبنقول لسيادتك ان شاء الله مرحبا بيك لفتره رئاسه قادمه على ارض صلبه بتكاتف من الشعب المصري كله. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وتحيا مصر بجيشها وبشرطتها وبشعبها وبرئيسها المحترم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نشكر سياده الرئيس بالنسبه للزياده اللي هو جابها. انا واحد من الناس اما اقبض 1800 وجتني 600 2400 وشغال برضو ارزقي يومي والحمد لله، واحنا مع الرئيس وعايزينه على طول. البلد كانت فين وهو فين؟ لا احنا دلوقتي بننام والبيبان مفتوحة علينا. الاول كنا اما نتربس البيبان والرجالة ما تتخطف ومش اما تيجي، كفاية نعمة الامان دي اللي احنا فيها، نعمة الأمانة أهم حاجة، وإحنا الحمد لله عايشين في رخاء. بس في حاجة، الرقابة الإدارية والبجالين والمخابز واللي 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 المفروض برضو يبقى فيه يعني شد شوية، عشان السلع كل بجالة ما تدي لك الحاجة بسعر. حابب توجه له رسالة قبل الانتخابات تقول له؟ لا قبل الانتخابات رسالة، احنا تحت امره ووراه شعبا وجيش وشرطة، وان شاء الله ان شاء الله احنا في استقبال الرئيس في الانتخابات، وان شاء الله ده موضوع منتهي، هو ناجح 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 بإذن الله. اولا بحيي سيادة الرئيس على القرارات الحكيمة اللي هي مفيدة للمواطن الغلبان ومحدود الدخل، وبنحييه واحنا بنآزره في فتره رئاسه قادمه ان شاء الله. شايف دوت الدعم دوت الفلاحين والمواطن العادي عامل ازاي؟ هو مفيد وكويس ليه يعني، وفي صالح المواطن الغلبان ومحدود الدخل يعني. حابب توجه رساله للسيد الرئيس تقول له؟ بنحييك وبنعزرك في فترة رئاسة قادمة إن شاء الله، وإحنا معاك قلبا وقالبا، وتحيا مصر. بالنسبة للقرارات اللي أصدرها الرئيس السيسي بالأمس، وهي قرارات جيدة بالنسبة للفلاحين وبالنسبة للمواطن وبالنسبة للموظف، ارتفاع زيادة الأجور أو المعاشات والاهتمام بالفلاح، وهذه الزيادة يعتبر هتغطي وتلاقيها مردود جيد في الشارع المصري في كافة أنحاء الجمهورية. نشكر السيد الرئيس على الإحساس والشعور بالمواطن الفقير وخاصة الفلاح والموظف والمعاشات، ونحن نريد المزيد إن شاء الله والارتقاء بمصر ونشوفها في أحسن حال. نحن نؤيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإنشاطات اللي عاملها، حياة كريمة، صرف صحي، بصراحة رفع المعاشات ورفع التكافل وكرامة في الغلاء كده يعني. وتحيا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شايف مشروعات حياه كريمه انت استفدت منها كمواطن بسيط هنا ايه؟ صرف صحي، غاز، مبادرات يعني وجمعيات خيريه بصراحه بتدعم الفلاح المصري وكده يعني. ماشي. لو حابب توجه رسالة للسيد الرئيس والحكومة تقول لها ايه؟ احنا معاك قلبا وقالبا يا سيد، يا سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالنسبة للزيادات او الزيادة التي اقرها السيد رئيس الجمهورية
مشكورا. طبعا نود أن نشكر ونقدم جزيل الشكر لسيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بجميع فئات الشعب المصري. بالنسبة للزيادة التي أقرها للجهاز الإداري بالدولة وبالنسبة لرفع الديون أو رفع عدد من الصعاب على الفلاح المصري وتيسير سداد قروض الفلاح المصري، وبالنسبة أيضا لأصحاب المعاشات الزيادة التي أقرها، وبالنسبة لبرنامج تكافل وكرامة الزيادات التي أقرها السيد رئيس الجمهورية. فالأشياء دي كلها طبعا أشياء إيجابية وتبعث برسالة طمأنينة للشعب المصري، وتبعث بالأمل في المستقبل القريب بإذن الله تعالى لرفع مستوى المعيشة لشعب مصر بأكمله. فنقدم جزيل الشكر للسيد رئيس الجمهورية على هذه الزيادة، ونقدم أيضا باسم الصعيد وباسم مواطن فراج شعبان علي محمد معلم أول لغة عربية بوزارة التربية والتعليم، نقدم جزيل الشكر بالإنابة عن نفسي وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن هذه البلدة. نقدم جزيل الشكر لفخامة السيد رئيس الجمهورية على اهتمامه بالفئات المحدودة واهتمامه بالأرامل والأيتام واهتمامه ببرنامج حياة كريمة واهتمامه بأصحاب المعاشات الذين أدوا رسالتهم في خدمة هذا الوطن. وهذا دور الدولة أن ترعاهم في هذه الفترة، وهذا ما أقرته الدولة بالفعل من أعوام ماضية متتالية، زيادات لأصحاب المعاشات خاصة أنهم في سن يحتاجون إليه إلى الرعاية الصحية والرعاية المالية ويحتاجون إلى الجهد الكبير من الدولة. فنقدم الشكر الكبير للحكومة وللقيادة الحكيمة. أما بالنسبة لنا نحن كصعيد مصر فنعلن ونؤيد ونساند القيادة الحكيمة في كل القرارات التي تتخذها في صالح الشعب المصري، ونأمل في الفترة القادمة أن تكون الحكومة حذرة من تلاعب التجار وتلاعب رجال الأعمال في الأسعار. يشكر الرئيس على زيادة المعاشات، وألف شكر ليه، وربنا معاه إن شاء الله وإحنا معاه، ويد ربنا قبل يدنا، ويحيى مصر يحيى مصر. ايه المشروعات اللي هنا في البلد فايداك؟ نشكر على صرف الصحه والمشاريع اللي بنعملها ان شاء الله. ايه تاني؟ المستشفيات والمدارس. المستشفيات والمدارس وزوادنا المعاشات يشكر، وربنا معانا ان شاء الله. حابب تقول له ايه قبل الانتخابات اللي جايه؟ حابب تدعم وتقول له ايه؟ يشكر الرئيس الحمد لله معانا. احنا معاه ويد ربنا قبل يد. الشكر الرئيس في الزيادات اللي زودها للمواطن تفيدنا المواطن، مشكرين يا رئيس، واحنا كده مع الرئيس، الشعب والشرطة والحكومة مع الرئيس ايد واحدة، واحنا بنحب الرئيس. وتحيا مصر، وراجل عمل لنا اطراس وعمل لنا مشاريع بحر وجبل وشرق وغرب والدنيا كلها، وشكرا يا رئيس.